حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة من داخل البرنامج عندكم ذني أرقام الاثنين من داخل العراق، تقدرون تشاركونا بأي لحظة من لحظات البرنامج من دهوك إلى البصرة. أما أرقامنا الثانية أن ذني الاثنين اللي تشوفوه أمامكم ذني رقمين بالنسبة إلى طبعا حتى الداخل يقدرون يدقون على واحد من ذني الأرقام، فعندكم أربع أرقام للاتصال ذني اثنين وقبلها طلعن اثنين ذني أربع أرقام للاتصال. أما هذا الرقم اللي راح يظهر أسفل الشاشة هنا مشاهدينا الكرام، هذا الرقم مخصص لرسائل الواتساب مكتوبة هنا، هذا مو للاتصال. أكو وايد يدقون على هذا الرقم، ما أقدر أستقبل أي مكالمة، واللي يدق علينا بهذا الرقم لا يزعل من عندنا لأنه ما نقدر نستقبل الاتصال. فإذا تريد تتصل وتسمع الناس صوتك دق على رقم الثانية. أما هذا إذا ما حصلتنا لا سمح الله تقدر تدزلنا رسالة مكتوبة، أتمنى تكون الرسالة متبوعة بمكانك واسمك حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. الفيديو اللي طلع ببداية البرنامج هذا مو تعداد أو جنود بمعسكر دا ينتظرون الأرزاق، لا، ذولا متجمعين بباب الخضراء لأنه اللي قاعدين جوا الخضراء خايفين، خايفين من الناس أو خايفين من غير مكان. أنا حلقتي على هذا الخوف اليوم بالعراق، يعني هم صار لهم سنين من 2003 لليوم كل انتخابات تطلع يقولون عليها مزورة، وكل انتخابات تطلع ما بقى محلل، ما بقى جريدة، ما بقى صحيفة، ما بقى موقع إخباري أو قناة تلفزيونية أو راديو ما حكت على الانتخابات اللي صارت في أكثر من مناسبة بالعراق وفي أكثر من عام، وقالت إنه الانتخابات شابهة تزوير أو كانت مزورة بس تمشي. ليش؟ لأن يقول لك هم السياسيين هاي العملية الديمقراطية لازم تمشي، وهاي العملية صحيحة، وهاي العملية هي الصندوق الاقتراع هو أفضل طريقة، والاحتكام إلى صندوق الاقتراع هو الصحيح. حتى لما فاز زياد علاوي ب 91 مقعد وهو الكتلة الأكبر أو الكتلة الفائزة بالانتخابات مال 2010 ما سووا الهليلة اللي دي سووها الجماعة اليوم، ومشوا بيها وراحوا احتكموا المدحت المحمود وسوى التحالف الكتلة الأكبر وفاز نور المالكي وشكل حكومة. لكن اليوم اللي دا يصير يوقف العقل، هم نفسهم اللي يقولون نحتكم إلى صناديق الاقتراع، هم نفسهم اللي مشوا التزوير قبل، هم نفسهم اللي أسسوا إلى هذا النظام اللي موضوع بالعراق، هذا النظام اللي بي كومة بلاوي، هذا النظام اعتبره بير والبير بيرنا بس بي رشاوي وبي فساد وبي محسوبية وبي محاصصة وبي طائفية وبي حزبية وبي قبلية وبي شي تريد تقول سيئة اليوم موجودة بهذا النظام موجودة بهالبير. ليش اليوم بالذات؟ هما قبل من كانت تخلص انتخابات كلنا نتذكر يبدون يفكرون شلون يشكلون الحكومة، محمد الحلبوسي يفكر شلون يصير رئيس برلمان، أسامة النجيف يفكر شلون يصير هو رئيس البرلمان، محمود المشهداني شلون صعدوه، الأحزاب مثلا البيت الشيعي عذرا بس خلينا نحكي بمنطقهم، البيت الشيعي يفكر حزب الدعوة شلون يشكل، لو من نطوها الحيدر العبادي وأسس ائتلافه، ولما دخل الانتخابات الماضية يفكر ائتلاف النصر يحصل على أكبر عدد من المقاعد، الفتح كذلك غيرها كذلك، سليم الجبوري اللي هو من الحزب الإسلامي وبعدين شكل له حزب وبعدين اشترى قناة وبعدين صار رئيس برلمان وراح زرع شعره ما نجح وراها، سليم الجبوري اللي هو رئيس مجلس النواب وما قدر يفوت لمحافظته، حاله حال حيدر العبادي اللي هو رئيس وزراء وما قدر يفوت الجرف الصخر، حاله حال حيدر العبادي لما صار تفجير الكرادة طردوه بالاسطول، حاله حال أي نائب انطرد، حاله حال المالكي ذاك اليوم من انطرد. لكن اليوم المضحك انه صارت انتخابات،
الشعب رفضها، الشعب رفضها. خلونا نآمن انه اكو 18% وما يقولون اقل من 18%، خلونا نآمن انه اكو 18% راحت انتخبت. اليوم السياسيين والكتل حتى ذولا اللي آمنوا بهاي العملية وراحوا دا ينتخبون، هل 18% من اللي حق لهم التصويت بانتخابات 2021 يردون يخلوهم بعد ما يآمنون بها؟ لأنه اللي كانوا يدافعون عن العملية الانتخابية اليوم ضدها، اللي كانوا يدافعون عن الديمقراطية اليوم ضدها، اللي كانوا يدافعون عن الدفاع عن أو الاحتكام إلى صناديق الاقتراع اليوم ضدها، اللي كانوا مصدعين روسنا ان هم ديمقراطيين وديمقراطيين وديمقراطيين اليوم ما بدها. وتلاحظون انه الميليشيات تهدد، وهادي العامري يهدد، ونور المالكي ما عاجبه، ومنو كلهم كلهم. انتم 18 سنه فشلتوا بحكم البلد، 18 سنه ما قنعتوا احد بيكم، انتم قنعتوا جهه واحده بس، إيران ولية نعمتكم. قنعتوا هاي الجهة لأنه أنتوا خادميها، أنتوا دا تطوها فلوس ودا تطوها نفط ودا تطوها تشترون من أدا كهرباء وتشترون من أدا غاز ومنتجات الإيرانية مالية الأسواق العراقية، ودا يحاربون العقوبات الاقتصادية بالأموال العراقية، وفاتحي لهم الحدود والزيارات الطب بكيفها ويدفرون الحدود يطبون من أي منفذ من أي معبر حدودي، فأنتوا خادميهم فأنتوا قنعتوهم. لكن ما قنعتوا جهة ثانية، لا قنعتوا الشعب العراقي ولا قنعتوا المجتمع الدولي. أريد أسأل هذا السؤال، اليوم بالعراق هم ذولا نفسهم اللي كانوا قبل يدافعون عن العملية الديمقراطية، هم ذولا نفسهم اللي كانوا يدافعون عن صناديق الاقتراع، هم ذولا نفسهم اللي كانوا قبل يا هو تحكي يا علما أن الشعب العراقي متأكد نصهم مزورين وجايين بالتزوير، بس يقول لك أنا انتخبوني الشعب. هم اليوم نفسهم اللي دا يحكون بالمؤامرات ودا يحكون في التزوير ودا يحكون بالتهديد ودا يحكون بالحروب ودا يحكون بتهديد دول ودا يحكون بتوجيه أسلحة عسكرية باتجاه دول. هم نفسهم اللي دا يحكون في الفوضى. ما أعرف ليش، سؤالي ليش اليوم إذا نسمع الخطاب السياسي بالعراق كله تصعيد، إذا نسمع الخطاب العسكري كله تصعيد، إذا نسمع الخطاب الميليشياوي كذلك. أما الميليشيات حدث ولا حرج، يهددون بطيارات مسيرة ويهددون بصواريخ ذكية ويهددون بقضايا أخرى، يعني هذا مو إرهاب دولي. على شيء صار جوا البلد، شعب رفض جهة، الشعب ذولا ما طلع انتخب، 80% وأكثر من 80% قاعد ببيوته ومقتنع أنه يروح إلى مراكز الانتخابات حتى ينتخب. طلعت الأبواق اللي تدور الميليشيات واللي تريد الميليشيات تتحكم بالبلد حتى يخنقون البلد أكثر، واللي يدافعون عن الأحزاب حتى يخنقون البلد أكثر، قاموا يحجون بمؤامرة وتزوير ورفض وتهديد بالفوضى. زين العراق اللي كان عايشه قبل مو فوضى؟ يعني هاي 18 سنة انتو كشعب، اليوم الميليشيات دا تهدد، انه الميليشيات والكتل قيس وهادي ونوري كلها تهدد بهذا الشيء، حتى المحللين المحللين السياسيين والكاتبين والصحفيين يقولون نتائج الانتخابات نتائجها غير محمودة. الميليشيات وزعماء الميليشيات يهددون بالفوضى. زين هم هسه دا يرفضون، اني سؤالي ليش دا يرفضون وهم قبل كانوا يدافعون؟ وسؤالي الثاني، دا يهددون بالفوضى، يعني انتم دا تشوفون الحال قبل كان زين وهسه راح تصير فوضى؟ زين اذا هم دا يهددون كنا احنا فوضى عفوا وراح يهددون فوضى، يعني شنو؟ شلون راح يصير حال البلد؟ عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم، شلون سعادتك؟ عليك السلام والرحمة والإكرام. سعد أفل، من اللي شكل المفوضية؟
من هو اللي جاب الكاظمي؟ من هو اللي وافق على بنود الانتخابات؟ وهم يعني كل الآليات اللي سواها هم نفسهم هم على الميليشيات. يعني انت يعني الا تفوز يعني لو العب لو اخذ بالملعب هذا مو منطق هذا. لكنه هذول شو مثل ما تقول هذه التصرفات المفلسين عرفوا كل زيد بانه الشارع عرفهم وما عندهم بعد اي مقبوليه بالشارع. كانوا يتحدثون بالحشيد وما اعرف ايش وهالمسميات هذه الناس كشفت الاعيبهم وكيف ويعني تعرضوا امام الناس بانه ناس كذابين دجالين ما يهمهم غير مصالحهم ما يهمهم غير جيوبهم. اما اذا ترجع من ناحيه الانتخابات فالانتخابات هي بيها فائز وخاسر. لكنه اذا ترجع للرابح هم اللي رافعين استاذ أفن هم اللي رافعين لان رافعين بتوزيع المناصب والكراسي. يعني راح هم نفس الحاله هي الطريقه التوافقيه هي طريقه المحافظه هم راحوا يتفقون بيناتهم. لكنه دول ليش ما يردون يحترضون؟ يحترضون لانه كان لهم الحصه الاكبر فهسه هم راح تحط كل الحصه مالتهم على موت هذا الشيء. هم جاي يطلعون مظاهرات ومن هالقبيل هذه. لكنه هي اذا ترجع المحافظه هم كلهم ربحانين والخاسر الوحيد هو الشعب العراقي. لا تغرك هاي المظاهرات مالتهم لانه هم اذا طالعين لانه قلت النسبه مالتهم الحصه مالتهم قلت. لكنه ترجع توزيع المناصب الكراسي اما هذا حصي وديك عزتك. هذه اللعبه صارت معشومه يا استاذ وصارت ممله والشعب العراقي بعد ما يتقبلهم كلهم. وخير دليل وصراحه يعني اريد اقول لك يا استاذ افير خير دليل على كلامي شوف رئيس الوزراء. يعني احنا الشعب ينظر للحكومه بانه تراعي الظروف مالته لكنه اليوم صار العكس. الحكومه هي تراعي مصالحها. يعني انت شنو رئيس الوزراء بعد ما خلصت الانتخابات يوزع اراضي لرئيس المحكمه والاعضاء المجلس القضاء؟ يا اخي انت تتباهل للدوله يعني تزيد الغني هنا والفقر فقر. ما يصير هذه هاي مو عداله هذه يا اخي. انت بتشوف الشعب بعدك الشعب مو يعني عايشين ببيوت صفيح. انت مكان ما تحط الدوله اللي هم رواتبهم بالملايين انت باعد هذا الفقير وزع للفقير. يعني ما يعني الوضع ما اعرف كيف يمشي بالعوج ويا الحكومه هذه. وتحياتي لك استاذ. شكرا 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 لك اخ عبد الرزاق. اتمنى يدخل لنا شخص او يعني يدق علينا احد القانونيين او احد اللي يفتهمون بالقانون حتى نسال انه قبل الانتخابات مو المفروض تنحل الحكومه وينحل البرلمان ويصير الحكومه هي حكومه تصريف اعمال؟ اذا يعني اللي قاله الاخ عبد الرزاق انه توزيع اراضي بعد الانتخابات شلون وشنو قانونيات هذا الشيء؟ ابو علي النجفي من لندن حياك الله اخوي. الله يحييك. سلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام حبيبي. بالنسبه استاذ فضل حضرتك تقول نتمنى يعني الخبراء بالقانون يعني بعد الانتخابات. اخي دول كومه لصوص مجرمين لا يعترفون بالقانون ولا يعترفون بالانتخابات. دول مجرمين هسه مجتمعين المالكي وعصابات المالكي مجتمعين بالتشايف دولة يجتمعون بالبيوت. شنو انتم انتو شنو هو جاي تلعبون بحديث؟ والله يا اخي مصيبة. دولة مصيبة يجتمعون بالبيوت ها ويتفقون والصبح كلهم يا اخي ما اعرف كومة عصابات لازمين الدولة كومة عصابات. هسه الله اللي يستر ايش راح يصير. الحشد الارهابي يعني امس حرقوا مقر المفوضيه مال شو اسمه الانتخابات بالخضراء. نعم. شو ماكو وين الكاظمي؟ شو ماكو لا اطلاق نار عليهم لا يعتقلوهم ماكو كل شيء ماكو. يعني متفقين وياهم عمي دول كومه عصابات
يعني المفروض حكومة تصريف أعمال، أنتوا شلون توزعون أراضي وبوق ونهب؟ عمي ماكو رقيب، رقيب ماكو، بلد تايه، بلد لازمي عصابات، لازمي ميليشيات، بلد محكوم بيت إيران. هذا مسجدي سفير إيراني الإرهابي بالعراق هو يتحكم بهاي اللصوص وبهالمجرم. احنا إن الله عمي، إن الله، ولا الشغلة ما أعرف شلون راح تنحلها، ما تدري. ماكو إلا الشعب يقوم يثور عليهم ثورة ويطب للخضراء يسحولهم بالشوارع، عمي بالشوارع يسحولهم، غير هاي ماكو حل، ماكو حل. ولا جيت احنا جاي نتعامل ويا عصاباتها 18 سنة بوق ونهب وتسليب وقتل والانفجارات، كلهم ما يفجروها، كلهم ما يفجروها، كلهم ما يفجروها. شو تسوي يا أخي؟ ما أعرف. إلى الله هذا الشعب. نعم. حياكم الله. حياك. شكراً. حبيب. شكراً لك أبو علي. يعني حتى اللي الشعارات الانتخابية اللي كانت موجودة بالانتخابات، مثلاً شعار دولة القانون، سنعيدها دولة أو نعيدها دولة. حيدر العبادي مستقبل أفضل، يعني كانت إعمار مثل الأنبار، تقدم، يعني كانت أكو شعارات رنانة. بس إحنا من نفكر هسه زين، أنت تقول نعيدها دولة وتجي تهدد فوضى، ما أعرف. واحد يقول مستقبل أفضل، وراه ورا الانتخابات يقوم يهدد بفوضى وبحرب ومشاكل وبلاوي. زين، يا دولة يا مستقبل اللي توعدتوا به الناس، غير هيك يعني. هم اليوم من دا يسوون هذا الشيء، هل يتوقعون انه الشعب العراقي راح يصدق بهم؟ واحنا قلنا بالبداية خلي نؤمن انه 18% راحوا للانتخابات. ايش قد من الشعب يعني 18% من اللي حق لهم التصويت؟ طبعا هو مو من ال40 مليون، يعني عندك فوق ال 35 مليون ما مصدق بيك. يعني يتوقعون هاي تصرفاتهم راح تخلي الشعب يصدق بهم مرة ثانية؟ صباح من بغداد، حياك الله أخوي. السلام عليكم أستاذ أفل. عليك السلام والرحمة والكرام. طبعا الشارع العراقي شمئز من هاي الوجوه الكاحل السياسيين اللي يسمون تسمى مع الأسف سياسيين. 18 سنة جربناهم كلهم، كل اللي رشحهم حاليا واللي فازهم واللي خسرهم، احنا جربناهم 18 سنة، فما بيهم واحد بيه خير وبيه فايدة في سبيل نمدحه فد موضوع. وبأي مجال، مجال الملف الأمني، التجارة، الزراعة، الصناعة، الكهرباء، كلهم فاشلين. والدليل احنا العراقيين هسه جاي نعيش حالة يرثى لها بسبب هم سياساتهم وولاءاتهم إلى دول إيران وإلى أمريكا وإلى دول إقليمية. فإحنا وقعنا، الشارع العراقي وقع بين حانة ومانة، وقع بين هاي الأحزاب اللي تسمي نفسها أحزاب إسلامية وبين الأحزاب الباقية. فما بيهم واحد يعني من وراه خير، أو واحد تقول هذا نزيه وشريف. كلهم جربناهم، من دولة القانون إلى الصدريين، إلى سائرون، إلى الشيوعيين، إلى الحزب الإسلامي، كلهم، محمد الحلبوسي، كلهم جربناهم. ما واحد فتشي سوى إنجاز يذكر إلى والحزبة، يعني كلهم ما طولهم تابعين إلى أحزاب ومنطوين تحت خيمة العمائم اللي هي حاميتهم العمائم. لو أكو مرجعية حقيقية سواء بالنجف أو بأي مكان، كان قالت ذولي كلهم فاسدين وعملاء وخونة وقتلة، يعني قتلهم الشعب. احنا شفنا من مات هذا الشاعر الطائفي سمير صبيح، طلع ابن المرجعية السيستاني شيعه، وطلعت كل المرجعيات شيعت، عمار الحكيم وغيره وقيادات الحشد شيعوه. اما شهداء ثوار تشرين اللي عددهم اكثر من 1000، واللي احنا نعرف القاتل من هو، هي من طوين تحت راية الحشد، هم قتلوهم، ما حد طلع شيعهم، راحوا مدوهم دفنوهم بالنجف، ما حد شيعهم من هاي المراجع والعمائم وغيره. اذا الموضوع مبيت للعراقيين ان يدمرون المجتمع العراقي، يعيدون الى 100 سنة لورا، دمروا البنية التحتية، ما عندنا اي مجال، لا التعليم. هسه الاميين 8 الى 7 مليون عراقي امي ما يعرف يقرأ ويكتب، بظل هاي الاحزاب الاسلامية، مجلس الأعلى الإسلامي، مجلس البدر الإسلامي، حزب الدعوة الإسلامي، كلهم إسلاميين، والصدر يحكي بالإسلام ويحكي بالدين والنزاهة، وهو مشترك بالعملية السياسية من 2004 ولحد الآن.
وعنده كتلة وعنده ناس برلمانيين وعنده وزراء كانوا مسيطرين على الوزارات الخدمية. سويت انت الصدر حتى هسه راح تسوي صراع بيناتهم هم الأحزاب على السلطة. أخ صباح يعني انت ذكرت النزاهة، يعني مثلا اذا اريد نفتح الملفات من 2003 لليوم، مو حلقة يرادلنا عشرات حلقات وما تخلص الملفات. لا بس مثلا خلينا نفتح الرواتب، يعني حيدر العبادي اكو لقاء تلفزيوني إله وطلع وقال انا حكيت ويا المفتش العام مال حشد وسالت ايش قد عدد الموجودين، قال لي 60,000. ايش قد ياخذون رواتب؟ قال لي 161 ما ادري 150,000 ما اعرف ايش قد الرقم، لكن يعني 161,000 تقريبا ياخذون رواتب. يعني احنا دا نحكي على 100,000 دوله فضائيين. هاي مثل ما قال حيدر العبادي، هو بلسانه قال بالطبع حيدر العبادي حتى بتصريحه قال انا ردتهم بالساحات المعارك في سبيل نشوفهم، ما خلوني اشوفهم. هذا طيب. رئيس وزراء هو التهم. خلنا نحسبها حساب عرب من حيدر العبادي، العادل عبد المهدي، المصطفى الكاظمي، هذه اللي قالها حيدر هي جزء من قبله من زمن نور المالكي. ايش قد اخذت من موازنه الدوله العراقيه؟ زين هم لو يفكرون يقللون الفضائيين ذوله ويعطون الناس حقوقها، ما تتوقع الناس راح يروحون مثلا يقولون يابا بدوا يشتغلون خلنا نعطيهم فرصه؟ دا اسال تساؤل هنا. هم مو بس الحشد، فساد بالحشد، فساد بكل الوزراء، والوزراء تابعين الى احزاب وكتل، فكلهم ما شفنا النزاهه والمفتشين، المفتش العام حاسبا وزير او وكيل وزير او مدير عام، لان ذولي عندهم حمايه من قبل الاحزاب اللي هي عينتهم. هاي المحاصصة المقيتة اللي جابها بريمار وربع حزب الدعوة وبدر ومجلس أعلى، هم جابوا من محاصصة وخلهم الوزراء يسرقون بكيفهم ويحميهم حزب، والقانون ما يقدر يأثر عليهم فشي، لأن القانون أيضا مخترق. الحشد كله فضائيين، وحتى المعارك اللي صارت هي معارك التخريب، لو مو الأمريكان والجيش العراقي والاتحادية، الحشد واقف بالخطوط الخلفية، ومن يصير تحرير المنطقة يمسكون المنطقة ويسوون ممرات آمنة، يقتلون بالأبرياء اللي كانوا محصورين وواقعين تحت سطوة إرهاب داعش وتحت سطوة الحشد والقصف الجوي مال التحالف. فذولي ما عندهم أي إنجاز وما عندهم، صار النصر لهم وصارهم هم يقول لك احنا مقاومة. أي مقاومة؟ أنتوا شايلين سلاحكم على أبرياء والناس اللي تقتلون بها قناصات ثوار تشرين، والناس الأبرياء مال حادثة الصقلاوية والرزازة وصلاح الدين وحويجة وغيرها. أنتوا ناس قتلة مجرمين، ما بيكم خير تبنون بلد 18 سنة. أنتوا الأحزاب مع الأسف نسميها الشيعية، هي ما محسوبة على الشيعة، محسوبة تقولون احنا نمثل الشيعة. انتوا اللي مسيطرين على رئاسة الوزراء، وكرسي منصب رئيس الوزراء يعتبر اعلى سلطة، والميزانية تحت اشرافه، والخدمات لازم هو يشرف عليها للوزارات الخدمية. ما قدمتوا شيء لشارعكم ومجتمعكم في جنوب العراق، يعني انتوا فشلتوا 18 سنة فشل في فشل، بس ناجحين بشغلة الخطف والاغتيال والسجون اللي عبيتوها كلها بالابرياء. 80% من السجون ابرياء. شكرا لك اخ صباح. ابو ياسين من دياله، حياك الله يا ابو ياسين. حياك الله الغالي الحلكان المحترمين. حياك وبياك اخي افل. هم حاميه حراميه، هم دول متحجين مال الخضراء. شدوا مثلا الكاظم بن الخضراء هو اللي بس بدس الحشد، ودول من جلدهم اول ما بلش بيهم المالكي او جدهم وسلحهم وجلد وراء العباد، وكل من واحد يدعمونهم وقوام عليهم. فهذول ما يدعون بالحكم، هذول الحج داوي الوقت باب الخضراء، مو تقول حررنا في العراق، حتى قاعد يدمر العراق، قاعد تمسحون العاصمه. الحين ما يتحدث يقول ذول الحج ثم ما راحوا على الشرف ولا دفعوا وطن، راحوا على غنايم، راحوا فرد او غنايم، المناطق الغربيه كلها فاقوها وسوت وقت داعش. اما ذول الحصارات اخي، هم ذول منهم مثلا انت ايش عندكم؟ روح على مقتدى الحناله. انت مو قصد تكون مقتدى مو الساحه الخضراء مرتين، برلمان ورئاسة الوزراء الساحه، مو رضا الحفله من المال طلع على حساب هذا الجربوع، فهم كلهم دول فاشلين. يعني نتحدث احنا ونقول نسميك تعالف الشيعي، يعني هم يقول لك على شيء، الشيعه ما راضينهم الا الوطنيين. انت مو تعالف شيء، مقتدى مو ياكم، انت مو اتباع ايران، انت مثل دولة مثل ايران. لا تقول يا ابن سحبوا، هو القرار بيدنا، هو القرار اللي تبدا ايران. والله ذول شنو هم ذول الفضائيين ذول يدعون؟ يعني انت شو قلت تنزل عين المطار الخضراء؟ هاي الناس متضايقين على التشغيل بالجماجم بالدخانيات، والشباب هاي الحلوه فتلك هواي عزه مثل مين؟ شاب؟ وين تنزل لما تطلع احنا اليوم؟ تقول
الشباب تقول سن القانوني متقدمين على قتل الشباب، بس ما تسدون عليهم دول مخالفين على القانون، دول مخالفين القانون، مثلا دول اللي يهددون المالك ولا الخزعلي ولا العامري، ودول خارجين عن القانون ولا مقتدى هو اساسا مخالف عن القانون، هذا سلاحه مو كله خارج عن القانون، مقتدى مو استعار بغداد مرتين بالسلاح الثقيل داخل العاصمه، مو سلاح من فلك، مو هو شخصيته من فلك، هذا ماكو دور القانون يا اخي ابدا، ولا مجلس قضاء اعلى ولا فوضيه، فوضيه شنو رجعه؟ يعني هسه من نظام وضعه التسجيلات صادق مقتدى هو منو توجيهات لهم يفوزون المقتدى، بس انا اساسا المقتدى هو يقدر يشكل حكومه؟ والله ما يقدر، خلي يواجههم ولا هم دول هذا الزلاب خذ على هذا كان يشيل فلوس ورا مقتدى، هو هذا في الزعيم والله كافي يا اسلام، لو هذا الحمل هذا الخان العميد اللي قاتلنا مع الخميني المقبور وتمينا بعدو القاتل، ذاك اليوم طلع اللقاء هو صوت اخوه الجوهري يقول انا رئيس الوزراء لليابان ورحنا وياه قالوا شلون طلعت الاحتلال؟ قالوا يقول قالوا لنا عندنا 1945 احتلين، شو يسمينا؟ هو جاب لك يقول عندنا شعب جبار شعب عزيز، يا شعب يا جبار يعني مو عيب يضحك عليكم هذا مقتنع وغيرته، دول خونا العملاء مستفيد دول 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 الثيران يا اخوان دول مو جابوا حتى جزاكم الله جابوا البصال الامريكي، مو جابوا تحت اقدام برايمر، هم دول يقودون هذا العراق العظيم 18 سنه تدمير ولحد هسه كلها تطبل وراهم هذول الزعامات هذول مو زعامات هذول لفايات هذول ناس لفايات هذول خدم هذول تبعيه هذول جرم يدخلون ارض العراق ما فيهم واحد فيهم شريك ولا من عرض شريف ولا من رحم شريف ليش؟ لان يكون ارضه وطنه فهو بالبناء نعم 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 هذول لا مقتدى بالشرف ولا الحكم بالشرف ولا العامري بالشرف ولا القتالي بالشرف ولا مقتدى بالشرف يا اخوان كافي كافي ذله هذا هيك ناس جبناء هؤلاء مرتدين يخافون فوق، شنو دول جبايبر دول ميليشيات؟ هم دول فصل مو معكس اكبر جبناء، هم لو بيوم قائمة كتب قاسم سليماني وكتب هذا المهندس شو ما واجهوا امريكا؟ ما يقدروا يواجهوا الجبناء يعني بس على الفقرة، على الناس الابرياء، على الناس العزل، طبوا يهوسون على مناطق ما فيها داعش، داعش باليمين وما قاسم باليسار، يعني ما واجهوا داعش، لو على الناس الفقرة الابرياء يذبوا من البلايه طبروا راسهم الطبر اللي قصوا ودانه اللي قصوا ذات وجهه الدباره وهذا فالح الطياب مو طلع من سيدي ابو غريب على اعداء كراما ظاهر الطياب اللي هو عمه وطلع اكبر خائن اول قوله اول عمره هو ظاهر الطياب اول لا. رئيس برلمان اللي فجره يا اخوان يا جبناء اول عملاء شكرا 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 لك ابو ياسين يعني هوايه ملفات اذا اريد نحكي بيها راح تبين لنا هواية نقاط لكن المشكلة أن الشعب اليوم وعى إلى هذه النقاط الشعب اليوم يعرف أنهم ديبوقون الشعب العراقي يعرف أنه السياسيين العراقيين أو الحكومات العراقية دخلت قاموس جينيس في اختراع طرق لسرقة المال العام لأنه إذا نحسب ميزانيات العراق اللي تعدت بس بزمن المالكي ما يقرب 1,000 مليار دولار حسب ما قالت الصحف ما يقرب 1,000 زين من 2003 لليوم ايش قد اللي بس اوروبا تقول العراق اذا رجع نظام وطني من حقه يعني يقدر في لحظه واحده يرجع 350 مليون دولار بلحظه ذن المعروفات انتم المشكله اليوم العالم عرفت والشعب عرف وهم بعدهم دا يتعاركون على كرسي زين وبعدين ابو ايسر من تركيا حياك الله الله يسعدك استاذ ويساعدك احنا حكينا بحلقات سابقه قلنا الوضع راح يبقى على ما هو عليه نعم لان هؤلاء هم ناس سراق وامريكا تعرف بيهم سراق وايران الشد على ايديهم حتى تدمر العراق ايران لا تحب لا شيعه ولا سنه وانما آلة تدمير لهذا البلد والبلدان العربية الأخرى منها سوريا ولبنان والعراق وغير دول واليمن فهشت التيار الصدري المتقلب أنت تعرف يعني متقلب يا قالاني ما شارك بالانتخابات وشارك بالانتخابات من نجح بالانتخابات والتيار الصدري شخص ما يريد يشارك
ينجح بالانتخابات، بس ماكو علاقة تربطه ويا المالكي. المالكي رجل سارق البلد ومدمر البلد، هو وهادي العامري، لأن يتجه اتجاه إيراني وليس وطني. هم يريدون تدمير البلد وأمريكا تعرف بذلك. هسه يريد يصادمون من نجح التيار، صادمون الشيعة بالشيعة حتى يدمر العراق أكثر، حتى يولد إلى تطبيع مع إسرائيل. هاي حقيقة الموضوع أبو أيسر. لكن المشكلة اليوم يعني مثلا ثورة تشرين، ثورة تشرين من قامت بجهود يعني شعبية وطنية، جهود من شباب وطلاب وشيبة وأهالي ونساء شاركوا بالثورة رافضين الوضع الحالي، فتلقي التمويل اللي كان يصير هو تمويل خيري، يلمون من العالم، اللي يطي أكل، اللي يطي شرب، اللي يطي غطى، اللي يطي اللي يقدر يطي شيء يطي. لكن اليوم هاي التظاهرات لما يطلع لنا واحد على التلفزيون يحكي يقول له والله احنا شفتات نتبدل شفت صباحي وشفت مسائي، واكو ناس هم يديرونه، واكو ناس يعطونا اكل ويعطونا تبسي ومرقه فاصوليا وتمن وما اعرف اخر شيء، يقول له زين منو يمولكم؟ يقول له الحشد. زين هو المعروف الحشد وتابع للمكتب القاده عام للقوات المسلحه، يعني رواتبه من ميزانيه الدوله، يعني من دا يستخدم ميزانيه الدوله في هذه الصوره، شنو الاحقيه اللي نطت للحشد حتى يستخدم المال العام لتمويل مظاهره رفضا الى نتائج انتخابات؟ هذا السؤال اللي نريد نطرحه. استاذ انت تعرف انه هو الحشد الشعبي هو رديف للحرس الثوري الايراني، هاي حقيقه واعتراف ايراني صريح. نعم. وحتى امريكا تعرف بي، امريكا تخلط الاوراق، ما تريد تبني العراق، تريد تدمره وبعدين حتى يطبع مثل ما اليمن هسه لحد الان. ليش اليمن ما يقدر يحلوها؟ يقدر هسه هاي دوله عربيه تتدخل، سواء مصر او اي بلد يقدر يحرر اليمن ويرجع الى صورته الصحيحه. العراق وكذلك، هم يريدون تدمير هاي البلاد حتى ما تفكر بالوطنية. لا التشرينيين يقدروا يسوون شيء لأن ضحايا، ما يقدر يسوون شيء لأن إيران وأمريكا وراهم. هاي حقيقة يا أستاذ. نعم. هذا الإعلام كله حشاك مزيف، إنه تجاه العراق وتجاه اليمن وتجاه لبنان وتجاه سوريا، كل هذا تدمير البلدان لحقيقة التطبيع. هاي حقيقة. وهسه راح يريد يصادمون التيار الصدري مع الفتح بزعامة العامري، ومع حزب الدعوة بزعامة المالكي، حتى يخلوهم يصادمون ويتدمرون وبعدين تعالوا الحقونا. هو هاي النقطة للتطبيع فقط. نعم. لأن إسرائيل تريد، ما تريد بلد وطني، ما تريد. نعم نعم نعم. تريد الإعراف بها غصب، شاعوا أما ضو. نعم. هاي حقيقة. وذولا هم شرذمة فقط يفكرون بالمال. نعم. سرقة المال وتدمير العراق. نعم. لا يفكرون بالوطن. نعم. شكرا لك أبو أيسر. أبو أحمد من الرمادي، حياك الله يا أبو أحمد. يلا من قال السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي العزيز، أنا نوال الحلقة كنا اللي أعرف أنه موضوع الانتخابات. لا أنا مو موضوع الانتخابات خلصت. أنا موضوعي أنه ذولا السياسيين، الأحزاب، الكتل السياسية، هم نفسهم اللي أسسوا هذا النظام، هم نفسهم اللي دعوا إلى هذا النظام، هم نفسهم اللي كانوا بالانتخابات السابقة يدافعون عن صندوق الاقتراع ويقول لك هذه عملية ديمقراطية عليك أن ترضى بها، أن وافقت فكرك أو لا. اليوم ذولا نفسهم هم اللي يهددون بحرق الأخضر واليابس لأنه رافضين هذه العملية. والله يا أخي العزيز، هي أصلاً هي العملية الانتخابية هي كلها أصلاً مزورة من 2003 لحد هذا اليوم. هذا يعني أنت إذا تلاحظ هم دول الأحزاب نفسهم قاعد يتقاتل من 2003 لحد هاي الانتخابات اللي جات.
طبعا هو يقال انه حق يعني حقك حق وحق الناس باطل. يعني انا ما دافع عن اي جهه سياسيه فازت او خسرت، لكن هذول اللي موجودين حاليا اللي موجودين في الساحه اللي فازوا واللي كلهم وجهه عمله واحده هم ايران. انت جاي تشوف حاليا مقتدى صدر اللي هو فاز بالانتخابات وهم بدا يقبلون بالنتائج، ليش؟ يريدون يصدرون المشهد السياسي، ليش؟ حتى يبقون مستعدين على السلطه وعلى البلد. ومع العلم هي نسبه الانتخابات طبعا 13%، يعني انا اللي افتهمته 13% يجوز اكثر نقول 20%. لكن اخوي العزيز هل 20% هي تمثل البلد؟ هل هم 9 ملايين اللي مشاركين حسب قولهم هم يمثلون البلد؟ يعني البقيه ذولا كلهم مو صح 9 ملايين صح؟ هم تعرف انت ايش قد تحشد ايش قد ناس منافقين ايش قد. هي العمليه السياسيه اصلا هي فشلت، يعني الانتخابات اصلا فاشله. النوب اجت الامم المتحده اليوم ايدت الانتخابات وايدت تشريع شرعيتها وانطتها من الشرعيه اكثر مما يمكن، فحتى راح تدخل بنفق سياسي اظلم وهو محتمل ولو هم يعني قلت لك لعمله واحده نعم محتمل يكون هناك اقتتال او دخول الخضراء بحجه اسقاط عمليه سياسيه بأنه ابو احمد. لحظه انت تقول محتمل ان يكون هناك قتال؟ نعم. قتال بين منو ومنو؟ يعني صراحه بين القوى الموجوده اللي على الساحه، يعني شلون نقول اظهار القوه يعني انت مثلا اني يعني السياسيين والكتل السياسيه والميليشيات تريد هيك تقوله؟ طبعا يعني طبعا طيب. يا اخي العزيز طيب طيب, طيب 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 نعم. انا اريدك تحكي هذا، اسالك السؤال هذا علم. اذا ذولا دا يتكاتلون على كرسي ودا يضاربون على منصب، ونعرف هي لاجل المنفعه تجيهم من وراء المنصب والكرسي، لانه واحدهم كان حافي وفتح له قصور وبيوت واشترى فيلل، واخر واحد بهم ياسر صخيل اشترى بيت بالامارات ما ادري بش قد كم مليون دولار، الله يعلم من اجابه. لكن يعني اذا هم قاموا صارت حرب بيناتهم منو يدفع ثمنه يا اخي؟ طبعا هو مين يدفع ثمنه؟ هو اول والثاني والاخر والاول وكل ما تجيبه مين ما تجيبه هو الشعب العراقي. ليش؟ وشنو ذنبه؟ نعم شنو ذنبه لعد؟ يا اخي ذنبه على جنبه، الشعب العراقي هو ما دا يطلع، الشعب العراقي ليش ما يحرك نفسه؟ ليش ما ينتفض عن صدره ويقول كافي عاد انتوا دستوا على صدورنا، جثمتوا على صدورنا من 2003 لحد هذا اليوم، يعني انتوا متقاتلين على الكرسي لاجل ايران، ارضاء ايران وغاني وغيره من منه حتى هم يترفعون براس العراقيين. بس يا اخوي العزيز انت دا شوف المظاهرات اللي صارت، مظاهرات تشرين، ومظاهرات تشرين حسب رايي يعني فاشله، لان شنو هي صدرت ذول من جديد؟ يعني هم صدروهم من جديد، لا يقولوا احنا غيرنا بالعمليه السياسيه. اتحداهم هم التشرينين اذا دخلوا برلمان يغيرون كلمة واحدة أو يغيرون قانون واحد أو يشرعون قانون جديد. أنت إذا تشوف حاليا هو محمد الحلبوسي اللي هو فايز بالانتخابات نقول ثاني على العراق، هو إيش قال قبل الانتخابات؟ قال من ضمن القوانين راح نشرع قانون العفو العام، ولو من صارت انتخابات وفاز من ضمن الشروط اللي يطرحها على الكتل الفائز اللي تتعالف وياه أو تتحالف وياه ما ذكر موضوع العفو العام. اذا موضوع سياسي اخوي العزيز وخارجي. العفو انا اذا طالب اخي العزيز هو اول وتالي براس الشعب العراقي، الشعب العراقي هو المتضرر الرئيسي. هل الشعب العراقي يعي هذا الموضوع ويشوف ويستغل فرصه؟ طبعا هي فرصه، خلاني كرايي هاي فرصه للشعب العراقي، حتى المجتمع الدولي اللي منافق المجتمع الدولي يعرف انه الشعب العراقي اذا انتفض في هذه اللحظه يقول لك الشعب العراقي حقه ولازم هالمره طبعا هاي راح يقف هالمره المجتمع الدولي. لان شنو انت دا تشوف هسه دائما دول المنطقه الخضراء شنو هم؟ ميليشيات صح ولا مو صح؟ نعم الميليشيات. هل انت تتصور انه تدخل المنطقه الخضراء؟ انا توقعي 70% ما يدخلون. ليش؟ لان كلهم متفقين على كلمه واحده. ولا صدق ابو احمد عندي سؤال ثاني، هم ليش خفضوا قيمة الدينار العراقي أمام الدولار؟ طبعاً خفضوها حتى الدولار، حتى الدولار يكون العملة الرئيسية داخل البلد. يعني لا هم حجتهم كانت، حجتهم كانت أنه أكو عجز بالميزانية العراقية فخفضوا سعر الصرف أمام الدولار حتى يعوضون، صح؟ صحيح. لكن طيب. وين التعويض؟
تعرف تعرف احنا اكيد تعرف انه الشعب العراقي او العراق ميزانيته تعتمد بشكل كامل على النفط. صحيح. ميزانية 2021 نعم سعر بيع برميل النفط العراقي 42 دولار. طيب. سعر برميل النفط اليوم 84 دولار. ما يعني هذا فرق يعني النصف. يعني بكل برميل مبيوق برميل. بالضبط. حسب حسبة الميزانية العراقية بكل برميل 42 مبيوق برميل 42. هم لا هذا دا يصرفوه على الشعب ولا هذا دا يصرفوه على الشعب وعندك الحساب. أخوي العزيز الشعب عايش بقوته، الشعب عايش بقوة الله سبحانه وتعالى. طبعا عايش يعني بالمعاناة، الشعب العراقي صراحة عايش بالمعجزة الله سبحانه وتعالى. يعني أكثر أنت دا شوف هسه ترى أغلبية الشعب العراقي بطالة، ماكو عمل ماكو شو. ليش يا أخي؟ ماكو سيولة مادية، ماكو سيولة نقدية، ما موجودة. هم اللي يرفعون سعر الدولار، يعني المنفعة لمن؟ المنفعة لهم الإيران يا أخي أول وتالي، المنفعة لإيران يعني منفعة للخارج. نعم نعم نعم. منفعة إيران، منفعة للخارج. إحنا نظل ننظر لهم، يعني نظل واقفين باوع عليهم وتالي يعني. والله محمد الحلبوسي فاز، محمد الحلبوسي شنو راح يفيدني يعني؟ مبلط الشارعين بالرمادي لو مزارعني خلفيه مشلح ما أدري منطقة وجاي زارعهن أو أضوية بناني مستشفى. بنالي نعم. مؤسسة، بنالي مدرسة، ما سوى لي هذا، ولا راح يسوي يا أخوي العزيز. نعم. يعني هو أول سنة رح نبدأ تنازلات لمن للقوة اللي راح تألف تشتغل العفو شكل حكومة، لأن يعني هو مو رأس حكومة. نعم. رأس برلمان. شكرا لك أبو أحمد. بالنسبة إلى رسائل الواتساب اللي وصلتني أخوي، أريد أعرف أو أريدك تنطيني تعريف الإرهاب. أشو اللي قاعد ببيته وبأمان الله يجون يأخذونه ويطلعونه إرهابي. أنا أطلب منكم، موجود بالأمم المتحدة ذولا اللي كتلوا الناس، موجود عندهم تعريف للإرهاب؟ لأن بعد ما نعرف شو يسوي الواحد حتى ما يقولون عليه إرهابي. أنا يا أخوي العزيز قرأت رسالتك، وقبل ما أقرأ رسالة طلعته. بالنسبة إلى إجماع عالمي على تعريف الإرهاب ماكو حسب الدولة هي تعرفه، لكن المتعارف عليه حسب المادة 22 من الفصل 38 من ميثاق الأمم المتحدة يقول الإرهاب هو استخدام العنف أو التهديد لخدمة أهداف سياسية دينية أيديولوجية اجتماعية وأفعال مرتكبة من قبل جهات فاعلة غير حكومية أو شخصيات متخفية يخدمون نيابة عن حكومتهم، أو الأفعال التي تصل إلى أكثر من الضحايا المستهدفين المباشرين، أو كل ما يحدث كجريمة يعني كجريمة قتل عام، اللي يقصد بها كجريمة قتل عام اللي هي الإبادة البشرية، أفعال أوقات الحرب من ضمنها اللي هي الاعتقال التعسفي وغيرها والإخفاء القسري. هذه بالنسبة إلى تعريف الإرهاب، ما أعرف هم يعرفون هذا الإرهاب لو لا. رسالة ثانية تقول لي السلام عليكم أخوي العزيز، أنا أريد أعرف أكو عفو عام لو لا. رسالة ثالثة تقول عيني شو وقت ينفتح التقديم الخارجي للجامعات؟ والله عظيم أني ما أعرف. رسالة ثانية تقول أني كنت بالمعارضة العراقية وأني نادم، لأن ما كنا نتصور العراق راح يصير فريسة إلى إيران. رسالة أخرى تقول أستاذ أفل تحياتي لك، أنا خريج كلية أحمل شهادة جامعية عالية، عمري 60 سنة، كنت أتقاضى راتب رعاية اجتماعية ولكن قطعوا عني عام 2014، راجعت بدون جدوى لأجل إرجاعه، شلون أعيش وأني بهالعمر؟ أخوكم أبو زهراء من واسط. رسالة ثانية أخوي العزيز، لو تعرف البوق اللي موجود بمحطات الكهرباء كان تعرف نص فلوس العراق وين تروح. رسالة ثانية تقول أركض لو سمعت الوطن ناداني، رشاشة تصير بإيدي شرياني، وأمي تطلع وياي تشمر طاسة الماي توصيني أطيح عن قبل خواني. مشكور أخوي العزيز. وراها كاتب والله عظيم صبرنا هواي، وكتبت هالشم بيت صبرنا هواي كافي بيا بخت ننهان، من أبسط حقوق الشعب محرومين، مو قصة حرارة وكهرباء وماي، ولد الخايبة داستهم الرجلين، نظل اليمتى نفقد شاب حتى يعيش، كم واحد حرامي علينا مسؤولين. تحياتي لكم أخي أفل ولي قناة الرافدين، ربي يحفظكم ويحميكم. رسالة أخرى تقول السلام عليكم يا أفضل قناة، ما يحدث بين ميليشيات ذيول إيران هو السباق على احتلال المنطقة الخضراء حتى يفسحون المجال لإدخال حرس الثوري الإيراني، بحجة أنهم مقاتلين
أو متقاتلين على المناصب، هل يعقل غطاء إيران على ذيولها يجعلهم يتقاتلون بينهم، ألا هي مسرحية للسيطرة على بغداد بعد الخضراء والمناطق التي يتواجد فيها أعضاء الحكومة ببغداد من ذوي أصول إيرانية، مناطقهم مطوقة بحرس، من علم من يسكن بها من قيادات إيرانية دخلت العراق قشغ ليدعموا الميليشيات لاحتلال الخضراء بعد التخلص من بعض أعضاء الحكومة ورأس العراق ميليشياوي، وأمريكا تريد جهلة ليركعوا لها ولإسرائيل وللتطبيع وللفساد وللظلم حتى يبقى العراق على ما هو عليه. مشاهدين الكرام، البوغ اليوم طبعا اللي حكينا عليها ما سعر النفط هاي 42 دولار فوقها، هذا البوغ اللي يعني مسهل، هذا ما عاد يحكي به لأن هي 42 ذاك اللي تعبون به. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.